مساء الخير جميعا، واحنا الحقيقة سعداء النهاردة جدا اننا نستضيف عالم من اعلام الطب والتعليم، يعني في الاثنين، ودي حاجة يعني جميلة جدا نستضيفها. دكتور حسام بدراوي صديق عزيز وزميل ويعني مفكر، وله يعني آراء متميزة جدا في التعليم العام والتعليم العالي، وطبعا نحب نسمع كل آرائه. وأنا برحب بيه ترحيب شديد الدكتور حسام. الحقيقة أنا يعني أعرفه من أيام ما كان في البرلمان مسؤول عن لجنة التعليم، وكان ليه يعني إسهامات متميزة دايما في هذا الموضوع، وما زال له إسهامات. وطبعا لا ننسى أن الدكتور حسام كان رئيس اللجنة المنوط بها عمل خطة الدولة 2030 في التعليم، فدي طبعا حاجة من الحاجات المميزة جدا اللي احنا طبعا فخورين بيها وفخورين بعمله، وبنشكره على كل إسهاماته، ودايما إن شاء الله إلى التقدم، ودايما إلى الأفكار الجميلة عشان نقدر نناقشها وتبقى مناقشة موضوعية، ويعني نوصل إلى ما هو في خير الجميع من ناحية التعليم، لأن قضية التعليم دي هي القضية الأولى في مصر، ويجب أننا كلنا نكون مهتمين بيها ونهتم بآراء الخبراء زي الدكتور حسام. فمرحبا يا دكتور حسام، ومرحبا بالجميع، ويعني إن شاء الله نسمع كلام جميل زي كما هي العادة يعني. أهلا بكم، وإن شاء الله يعني دكتور حسن لو كان نبتدي على طول عشان ما نضيعش وقتنا نسمع الكلام المفيد. بس للناس اللي ما تعرفش الدكتور حسام بدراوي، ولان احنا بنعمل ستريمينج على فيسبوك، ففي ناس هتشوف التسجيل ده من الخارج حتى مصر. الاستاذ الدكتور حسام بدراوي هو استاذ جامعي في كلية الطب، هو طبيب مرموق ومعروف، وهو ايضا سياسي معروف في مصر، وعضو برلمان مصري سابق، عضو في مجلس امناء مكتبة اسكندرية. أهم ما يميز الدكتور حسام بدراوي في الحقيقة إنه مافريك، يعني أنا بقول الكلام ده بصفة إن أنا كنت بره مصر وعارف إيه اللي كان بيحصل في المجلس البرلمان السابق، وإزاي الدكتور حسام كان دايماً بيكون له آراء قد تكون مختلفة مع الناس الآخرين. الدكتور حسام حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف من القصر العيني، ودرجة الدكتوراه من أيضا جامعة القاهرة، ومن وين ستيت في ديترويت ميشيغان، ومن نورث ويست في شيكاغو، وأيضا من جامعة بوسطن. الدكتور حسام مهتم جدا بموضوع التعليم، وله في الحقيقة أوراق علمية كثيرة، من أهمها في الحقيقة آخر الإصدارات اللي هو كتاب التعليم الفرصة للإنقاذ، كتاب على المقاهي على مقهى الحالمين بالغد. ده في الحقيقة من الكتب اللي أنصح بقراءتها. هو تلقى دكتوراه أيضا فخرية من جامعة سندرلاند في اليو كي، وزمالة فخرية من كارديف متروبوليتن. ففي الحقيقة يعني له كثير من الأنشطة على مستوى العمل العام، بالإضافة لأنه أيضا يعني بيزنس مان، من ناحية أنه أنشأ أول شركة للتأمين الصحي في القطاع الخاص في مصر من عام 89. هو مشارك في البرلمانيين العرب ضد الفساد، وله أيضا بعض الإسهامات في المجلس المصري للتنافسية، مؤسسة النيل بدراوي، هو رئيس الجمعية المصرية لنشر الثقافة والمعرفة. وبالتالي أنا بس حابب أني أشير إلى بعض الأنشطة اللي الدكتور حسام معروف بيها علشان تعرفوا قد إيه جامعة النيل بتجلب للمجتمع العام يعني خيرة العقول في المجالات المختلفة. فده في الحقيقة كنت حابب أقوله،
ولو الدكتور حسام جاهز مرة أخرى I can give him the floor. هرجع تاني لكلامي اللي كنت بقول لكم ما هي الأغراض التي ترجى من التعليم العالي في أي أمة؟ ماذا نطلب منه وله؟ قد يخيل لنا أن الأمور واضحة في أذهان الجميع وهي غير ذلك حتى في أذهان بعض المتخصصين. أيسر هذه الصور هو ما يقع في وجدان أولياء الأمور والتلاميذ، فهم يرون خريج الجامعة في مكانة اجتماعية أفضل أو أن شهادته تؤهل حاملها لهذه المكانة، ويرون التعليم العالي أرقى من أنواع التعليم الأخرى، يعني طبعا أرقى من خريج المدرسة وخريج التعليم الفني وخلافه. والمجتمع سمى الجامعات كده زي دي كليات قمة وكليات قاع وكليات وسط، وهو أمر يعني ما هوش حقيقة ملائم لواقع الحياة. فئة أخرى بترى التعليم المصلحة فئوية فقط، يعني مصلحة فئوية زي مثلا ما جه وقت أيام الدكتور حمدي السيد كان نقيب أطباء يقول لك إحنا مش عايزين دكاترة كمان، بعديها بخمس سنين بقت البلد عايزة دكاترة كمان. المصالح الفئوية لا يجب أن تحدد دور الجامعة ولا عدد الخريجين بتوعها، لأن اللحظة اللي الطالب بيخش فيها الجامعة هو بيتخرج بعديها بثلاثة أربع خمس سنوات، وسوق العمل بيتغير، وزي ما أنتم عارفين في التطور الرقمي المسألة أصبحت أن هناك وظائف ستختفي ووظائف ستأتي. قليل من المثقفين بقى بيرون التعليم العالي بشكل مختلف، وده يأتي دورهم هنا مهم جدا. إحنا عايزين إيه من التعليم العالي؟ لو حضرتك دخلت لي كده على سلايد رقم 6، أيوة السلايد رقم 6 اللي بتتكلم بقى على أن الجامعات كلها بتحتاج إلى ثلاث أشياء. كمان انزل على الأيوة، الجامعات بتحتاج إلى التكاثر والانتشار والتطور، والجامعات يجب أن تبحث عن أسباب التغيير وأسباب التمسك بالتقاليد. معلش أنا كلامي هيبقى فيه بعض الفلسفة، لكن هي الحقيقة كده. الجامعات has to reproduce, spread and evolve، والجامعات اللي ما بتعملش الكلام ده دي مش جامعات، والجامعات عليها أن تبحث لماذا يجب أن يتغير المجتمع وماذا يجب أن يستمر تراكميا في المجتمع، وتختبر أنماط التفكير المختلفة الموجودة فيه، كما أن على الجامعة أن تقوم أحيانا بالمخاطرة بتقديم ما هو غير متوقع للمجتمعات التي تستسهل بقاء الأمر كما هو عليه، بالرغم أنه هم طول الوقت بينتقدوه. خلي بالكم إحنا المجتمع بتاعنا يعني عنده تكة عجيبة شوية، ينتقد جدا جدا بس أول ما تيجي تغير يقاوم، يعني هو مش عايز اللي موجود وفي نفس الوقت مش عايز يغيره. مين الجهة التي تستطيع أن تقود المجتمع للتغيير وتقول أيوة إحنا عايزين نستمر ونتمسك بهذه التقاليد؟ لو دخلنا على السلايد اللي وراها 7، هنلاقي الجامعات بتجسد عمليات التغيير، حيث أن دورها في المجتمع هو ابتكار الجديد to innovate، وهضم وبناء المعرفة الجديدة ونقلها إلى المجتمع بتناغم وتكيف في كيفية الحصول عليها واستخدامها في الحاضر والمستقبل. الجامعة ما هياش مدرسة كبيرة، الجامعة عندها ولها وظائف أخرى غير أنها مجرد
مكان يتعلم فيه الطلبة ليكونوا أكثر قدرة أو أكثر مهارة في تخصص معين. The role هو الابتكار والإبداع وهضم المعرفة وإصدار معرفة جديدة ونقلها إلى أجيال ونقلها إلى المجتمع. لو دخلنا على السلايد اللي وراه هنلاقي أن دور المؤسسات الأكاديمية يا جماعة يتأكد في البحث والتدريس وتقديم العون لكل الأنشطة على أساس قدرتها. خلي بالكم بقى من الحتتين دول، قدرتها على المعارضة ده بعد انتقادي، والموافقة وهي حاجة مهمة جدا للالتزام. إزاي هنعمل التوازن بين أن احنا بننقد الواقع وبنغيره وفي نفس الوقت احنا عندنا التزام تجاه خطط واستراتيجيات؟ اللي يقدر يعمل الكلام ده ما هواش المدرس التقليدي أو المؤسسة التقليدية اللي بيجي لها منهج وعليها أن تدرسه وتروح، ملهاش دعوة بالتلاميذ. ف based on our capacity، بعدنا القدرة على الانتقاد والقدرة على الالتزام. أنا لما جيت أدور على وظائف الجامعة التاريخية رجعت تاني للماجنا كارتا، والماجنا كارتا زي ما انتوا عارفين الجامعات الأوروبية كلها دخلت مع بعضها في إطار يفتح الحدود بينها لانتقال التلاميذ وانتقال أعضاء هيئة التدريس وانتقال المعارف من وإلى. لقيت أن الماجنا كارتا محددة دور الجامعة تحديد جبار روعة. ننقل على السلايد التاني. الجامعة تؤكد على 1 رفاهة المجتمع بإعداد طلابها للتكامل داخل سوق العمل ومن خلال اكتساب المعرفة والمهارات اللي بتشكل أداة لإحراز هذا التقدم، ومجالات البحث والابتكار لديها لتعزيز القوة الاقتصادية للأمة. ويكمن الهدف وراء ذلك في تلبية احتياجات المجتمع، الويلفير بتاع المجتمع بشكل فعال. ففي هدف منفعي ان الدولة تصرف على الجامعات وتصرف على البحث العلمي لانه بيعود اليها مرة اخرى في تقدم اقتصادي. النقطة الثانية وهي الاوردر. الاوردر مقصود بها النظام الاجتماعي. الجامعة بتنظم المجتمع، هي بتخرج لك خريج دكتوراه وخريج ماجستير وخريج بكالوريوس وبتحط الإطار بتاع الناس ديت في أنهي ليفل علشان تقدر تظبط المجتمع من خلال جزء كبير من الكفاءة وتكافؤ الفرص. وتنمية المجتمع في النظام الاجتماعي مهمة جدا، otherwise المجتمع بيحس إن هو مش واخد حقه. الوظيفة الثالثة للجامعة وهي المينينج، المعنى. والمعنى ومعنى مسلمات الحياة كما يعرفها المجتمع، فالجامعة عليها أن تبحث في التغيرات اللي حصلت في العالم والأسس التي بنيت عليها المعارف القديمة وتفكر في المعارف الجديدة وتقبل المعارف المستقرة والمقبولة وتعيد تنظيم البيانات وفقا لمعايير جديدة مختلفة سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو جمالية. ويكمن إسراء المعنى في الجامعة يا جماعة في الإلمام الشامل والكامل لهذه المعارف ووجهات النظر المختلفة والتشكك في المسلمات وإعادة تنظيم العالم في ضوء ذلك. يترتب على ذلك قدرة الجامعة على الإشارة إلى الإصلاحات الممكنة في المجتمعات. الجامعة هنا بتبحث عن معنى وجودها في ان هي تشكك في المسلمات. خلي بالكم ان احنا في مجتمع مجرد التشكيك في المسلمات يعتبر خروج عن الازدراء للمعارف التقليدية. عند تناول الجامعة لمسألة البحث عن الحقيقة بقى ده تروس، فانها مش بس الجامعة بتستكشف المجهول بوصف النظام الطبيعي اللي تشكل الإنسانية جزء منه، ولا يكمن هذا في هدم أسوار الجهل. لا،
بل للتساؤل العميق في مدى فهم الإنسان للكون كله، ومدى فهم الإنسان لنفسه، ومدى فهم الإنسان لمجتمعه. وقضايا كتيرة إحنا بنناقشها في الإعلام يجب أن يكون مكانها الجامعة. يعني أنا دلوقتي لما أجي كأستاذ في الجامعة وبص للي بيحصل في الديمقراطيات في كل حتة في الدول النامية، ينتبني الشك في أن هذا هو النظام الأمثل في الوقت الحالي، أو ما أرى أن ده من أيام ابن رشد ومن أيام سبينوزا ومن أيام الفلاسفة القديمة. وحتى في بناء الدولة الأمريكية كان الخوف من الدهماء والرعاع أن هم اللي يختاروا القادة، لأن القادة يجب أن يختارهم مجموعات من الناس اللي بتفهم. عشان كده كان في مجلس نواب ومجلس حكماء، وعشان كده في سنت وفي مجلس ممثلين للمجتمع. القضية مفيش فيها كده حاجة بتتاخد تناقش بين الجهلاء، ده مكانها الجامعة، ده مكان الدراسة الحقيقية. وده مش معناه أنا لازم أكون خبير في الأمور الاجتماعية والسياسية، بل أنا مواطن فعال حتى لو كنت طبيب أو مهندس. واللي بيخضني أكتر إن الطبيب والمهندس اللي هم واخدين أكبر يعني مساحات من المعرفة هم أكثرهم تطرفا، وهم أكثرهم انتماء إلى الجهات المتعصبة جدا. لابد أننا بنفعل شيء غلط في المعنى. وفكرة أن الناس تتمسك بما لديها من أفكار ولا ترى غيرها وترى أنها هي الصح المطلق وأن كل ما غيرها هو خطأ مطلق، ده كلام الجامعة هي اللي بتهزه، هي اللي بترجه، هي اللي بتحركه علشان المجتمع يبقى أكثر قدرة على التحديث والحداثة. الجامعة مسؤوليتها هي تحديث المجتمع. فلو جيت أنا قلت لك أنك أنت في جامعة النيل عندك برنامج جديد للـ Artificial Intelligence، ولا عندك برنامج كورس جديد في الكوانتم فيزيكس، أنا مش محتاج أخد إذن المجلس الأعلى للجامعات عشان يقول لي أنا مش هدي لك الموافقة دي إلا لو كان عندي برنامج زيه في جامعة أخرى. انتهت قيمة الحداثة. ده هي شخصية الجامعة مبنية على قدرتها على التغيير وقدرتها على الإبداع وقدرتها على الابتكار في المعنى وفي الحقيقة وفي النظم الاجتماعية اللي هي بتتكلم فيها. ولا مانع على الإطلاق إن الجامعة تبقى خارج نطاق التقليدي بتاع المجتمع، لأن هي دي وظيفتها. وجزء من قيمة الجامعات هي قدرتها على حماية أعضاء هيئة تدريسها واستقلاليتها الأكاديمية، الأوتونومي بتاعها في إدارة نفسها. وده بياخدني على طول لموقف احنا موجودين فيه النهاردة بالجامعات الجديدة التي فتحت ويقال عنها انها جامعات أهلية، وفي الحقيقة هي جامعات ثلاث أنواع. ما انت يا جامعة حكومية، يا جامعة يبنيها الأهالي غير قابلة غير ساعية للربح، يا جامعة خاصة. الجامعة الغير هادفة للربح دي جامعة بيبنيها الناس من دونيشن، وبتحصل في الدول لما ينمو الاقتصاد ويبقى هناك فائض من الأرباح، الناس تحطه في جامعات غير هادفة للربح. أما إذا قلت على جامعة تبنيها الدولة بأموالها من دافع الضرائب وسميها جامعة آلية، فهي تسمية خاطئة. هي في حقيقة الأمر هي جامعة حكومية بمصاريف، هي دوران حوالين مجانية التعليم، ولكنها ليست فلسفة جديدة إحنا بنضحى. وأنا لما شفت الأرقام اللي محطوطة 30 مليار جنيه علشان أعمل 4-5-6 جامعات، أنا ما عنديش، أنا عايز جامعات جديدة، بس لازم يكون ورانا فلسفة. وهذه الفلسفة بتقول أن صاحب المال بيتحكم في المؤسسات اللي هو بيصرف عليها. لو كانت الدولة هي اللي بتصرف هتتحكم، لو كانت الجامعات هي اللي بتصرف هتتحكم. وهنا يأتي طب ومين اللي يحكم الجامعات الغير الهادفة للربح؟ مفروض ان ده يكون في برنامج
موضوع وراه فكر بيقول ان هو كومبينيشن من اعضاء هيئه التدريس والمجتمع المدني والقطاع الخاص والدوله، يعني تمثيل رباعي في اداره هذه الجامعات. اما اذا كانت الجامعات في نهايه الامر انا اللي بختار الرئيس وانا بختار الوكيل وانا اللي بختار مجلس الامناء وانا بختار مجلس الاستشاري، فانا باكرر نفس الجامعات الحكوميه بنفس امراضها التي كانت موجوده من زمن. والجامعات الحكوميه لو تاخدوا بالكم، وانا لما كنت في لجنه التعليم في البرلمان وبيجي لنا الموازنات، الموازنات عجيبه جدا لانها مش موازنات اداء. فانا ممكن جدا تبقى جامعه القاهره المرتبات فيها 10 اضعاف جامعه المنصوره، معناها بتؤدي نفس العمل. حد يقدر يتدخل في ده؟ انت كل مره البادجت بتحطه الدوله بترفع البادجت عن السنه اللي قبليها نسبه معينه، وهذا هو الامر. مفيش اداء هنا بقى. ده انا هنا لما بحط البادجت بتاع الجامعه انا كدوله بقى بصرف على جامعه حكوميه، هدفي ان انا ادي التعليم بدون تكلفة على المواطنين، زي كندا، زي فرنسا، زي أوروبا. يعني أنا لما كنت داخل في السياسة سنة 2020 كنت أظن خطأ أن كل شيء، كل خدمة يجب أن يسدد المواطن عليها تكلفة، إلى أن أصبحت جزء من مجلس قومي لحقوق الإنسان وذكرت وسافرت وعرفت وفهمت إن التعليم عندما يؤخذ كحق غير انه هو خدمة مسعرة. هذا الحق لكل مواطن بتكافؤ فرص. اما تقول انا ما عنديش الاموال اللي اصرفها على الجامعات، اذا علينا ان نجد امورا اخرى. ولا يمكن انك انت تسمح بي ان المواطنين يتم تعليمهم بناء على قدرتهم المالية، لان ده خطأ جوهري واساسي. ولازم يكون عندنا مؤسسات لتمويل الطلاب. عايز تاخد مصاريف يبقى في مؤسسات تمويل الطلاب بتسلفهم وتسترجع منهم الأموال بعد ما يشتغلوا ويكسبوا ويبقى عندهم إيراد، زي ما انجلترا عملت وزي ما بعض الدول الأخرى عملت. لو نقلنا على السلايد الجاي هنلاقي ان احنا داخلين على وقت هيبقى فيه مش بس الجامعات هي اللي بتقدم تعليم، ده في مؤسسات أخرى كتيرة هتنشأ في المجتمعات، خصوصا في الحياة الرقمية اللي احنا دخلنا عليها. في ناس كتيرة بتعلم، وناس كتيرة هتدي professional degrees، وناس كتيرة هتدرب وترفع المستوى. أقصد أقول إن الجامعة لو ما لحقتش نفسها هتفقد قيمتها في المستقبل، لأن الجامعة يجب أن تختلف عن هذه المؤسسات بقدرتها مرة أخرى على التنظيم الاجتماعي وعلى الابتكار والإبداع وعلى الريسيرش والإنتاج وعلى تحقيق المصلحة المجتمعية بهذا الابتكار وتغيير شكل المجتمع. كان دايماً أنا بسترجع الكلام، لو حضرتك مشيت في السلايدز بسترجع الكلام اللي قاله الدكتور طه حسين سنة 39. يعني أنا برجع لورا أولموست قرن من الزمان، عندما قال أن الجامعات ليست مكان لخلق مواطن يستطيع العمل، لكنها يجب أن تخلق المثقف القادر على نقل الثقافة وإنتاج الثقافة، والمواطن القادر على بناء الحضارة ونقل هذه الحضارة، وإلا أصبحت مدرسة من المدارس المتواضعة وما أكثرها. أنا خوفي إن إحنا في الإطار اللي إحنا داخلين فيه من الرقمية، ولادنا بعد ما كانت جامعاتنا هي المراكز اللي بيجي فيها كل القادة العرب عشان يتعلموا، وبيجي فيها كل كبار الدول حولنا، إلا أنها تتحول إلى مجرد مدارس من المدارس المتواضعة، لأنها لا تنظر إلى الأربع وظائف الرئيسية لها اللي فيها الرفاهة وفيها النظام الاجتماعي والابتكار والإبداع والبحث عن الحقيقة. طبعا أنا كلامي ده قد يظهر لبعض الناس إن هو فلسفة، هو مش فلسفة،
الحقيقة كل شيء ما وراهوش فكر فلسفي هو لا يؤدي في النهاية إلى نتيجة. لو ما كناش عارفين بالضبط أن دور وزارة التربية والتعليم هو تقديم الخدمة التعليمية للمدارس، لأن هتظل الدولة هي المسؤولة عن البروفيجن، عن تقديم الخدمة، لكن في التعليم العالي دور الدولة هو الريجليتور، هو المنظم، لكنها لا تتدخل في دور الجامعة ولا تتدخل في إدارة الجامعة ولا في الطريقة اللي حصلة دلوقتي إن كل حاجة under the control بتاع الدولة. لا يقدر رئيس جامعة يعين عميد إلا بموافقة أجهزة، ولا يقدر يعين أستاذ إلا بموافقة أجهزة، ودلوقتي دخلنا لا يقدر يرقي إلا بموافقة الأجهزة. طبعا الجانب السياسي مهم، لكن أحد أسباب اللي بتوقع الجامعات في كل حتة في العالم هي اندماج الجامعة في النظام السياسي للدولة. في غاية الخطورة أن الجامعة تخش في هذا الإطار. التوازن بقى بتاع الحرية الإنسانية والحرية الأكاديمية في إطار الالتزام بتاع الجامعة برؤيتها وأهدافها المعلنة، ده اللي لازم يحفظوا علاقة ما بين الجامعة وبين أساتذتها. فأنا لو أنا جامعة النهاردة توجهاتي ابتكارية بحتة والأستاذ ما بيعملش هذا الكلام، هو ما بيجيش عندي، يروح جامعة تانية. ومن غير ما يحصل تزاوج بين الجامعات وانتقال لأعضاء هيئة التدريس وقدرة لانتقال الطلاب بين الحدود داخل مصر وخارج مصر، احنا بنخلق نمط متكرر من الخريجين كلهم شبه بعض، كلهم بيشتكوا نفس الشكوى، وكلهم بيواجهوا نفس المشاكل. ننقل كده على الآخر علشان أقول لكم كمان لما جينا نعمل الرؤية بتاعة التعليم على العموم، يعني وأنا اخترت لأكون يعني ليدينج الجروب ده، يعني بعد ما خلصناها وصلنا ل 80% اتخذت، وبعدين حصل فيها موديفيكيشن، وحتى أنا ما تعزمتش في المؤتمر اللي اتعمل لنشرها. لكن الرؤية بتقول إيه يا جماعة؟ أن يكون التعليم بجودة عالية متاحة للجميع. نتكلم عن الإتاحة دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن. كل كلمة من دولت وراها صفحات من الأهداف والاستراتيجيات، مرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجيا. احنا بنتكلم ده من سنة 2014، الممكن تكنولوجيا يساهم في بناء الشخصية المتكاملة، لأنك أنت ممكن زي ما قلت تطلع مهندس ودكتور وعبقري لكنه داعشي وقاتل ومتعصب. الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور ببلده وشغوف ببناء مستقبله. الكلام ده مش ممكن يحصل من غير فن وموسيقى وقراءة ورياضة، وكمان عايزينه يطلع قادر على التعامل بتنافسية مع الكيانات الإقليمية والعالمية. كلنا عارفين ان أوروبا بتعجز، كلنا عارفين ان جنوب البحر المتوسط هو اللي هيشغل أوروبا خلال 30-40 سنة الجاية. بنعمل ايه بقى؟ لازم جامعاتنا تكون بتستخدم نفس الستاندردز الأوروبية، وتكون جامعاتنا على تواصل بالجامعات الأوروبية، ونكون إحنا بنعمل اتفاقات من النهاردة إن أولادنا اللي بيتخرجوا مش هيتخرجوا يروحوا يهاجروا، ده هيروح يشتغل 4-5 سنين ويرجع، وهنبعت لك تاني 4-5 سنين ويرجع. دي كلها اتفاقات دولية، دي اتفاقات بتعملها حكومات وبتعملها قبلها بعشر سنين. فأنت لازم إيه يبقى عندك الكفاءة اللي بتطلع بيها أولادك بالمعيار اللي بيفهمه العالم، وفي نفس الوقت يكون أنت بتعمله شغل عشان تضمن له حياة محترمة، وتضمن لنفسك أنه بيرجع لك بخبرات بعد ما يشتغل في حتة تانية. نفس التصور اللي احنا عملناه في الرؤية دخلنا فيه على التعليم العالي، ولقينا أن هناك 10 مداخل
لازم الاستراتيجية تواجهها. واحد، إعادة صياغة مسؤوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالي، جامعاته ومعاهده. اثنين، التوسع في نظام التعليم العالي لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقا لرؤية محددة. كلنا عارفين ان احنا عندنا حوالي 2.5 لـ3 مليون طالب في التعليم العالي بالزيادة السكانية، لا نرجع تاني اللي قبليها، بالزيادة السكانية اللي عندنا بان احنا ما عندناش غير 32% من المرحلة السنية 18 لـ23 هم اللي بيخشوا جامعة. لا خلينا في السلايد اللي قبليها. المرحلة ديت 32%، الرؤية بتقول عايزين 45%، أوروبا بتقول عايزين 50%، إسرائيل 63%، كوريا الجنوبية فوق 70%. فإحنا متأخرين. عشان تقفل الجاب اللي ما بين متطلباتنا كمجتمع محدث واللي حاصل، أنت سنة 2030 عدد الطلاب هيصل إلى 6 لـ7 مليون تلميذ. عشان تستوعبهم النهاردة، استيعاب بس، ما قلتش كواليتي، ما قلتش كفاءة، عشان تستوعبهم انت عدد عايز جامعات قد ايه. ده انت كل جامعة بتعملها النهاردة بالكتير تستوعب 15 لـ20 ألف واحد خلال 15 لـ20 سنة. هي الجامعات كده، الجامعات بتولد جنين ثم تنمو ثم تنضج ثم تبقى ماتيور عشان تقدر تستوعب الطلبة. انت احنا عايزين شغل جبار. طب مين عنده الفلوس دي؟ الدولة ما عندهاش الفلوس دي، لكن الدولة عندها أراضي والدولة عندها أعضاء هيئة التدريس. لا، الكومبينيشن ما بين الدولة وبين المجتمع المدني هي اللي تعمل الكلام ده. لكن أنا بقى لما تبقى كل جامعة جديدة تتكلف لها 3-4 مليار، فإحنا بنقتل الفكرة أساسا. يبقى احنا أساسا مش فاهمين ان احنا هيجي لنا وقت الطلبه بتوعنا هيروحوا يتعلموا في الامارات ويروحوا يتعلموا في السعوديه ويروحوا يتعلموا في تونس، وتبقى احنا خسرنا التراكم الاكاديمي الثقافي بتاعنا كجهه كبلد جاذبه لافريقيا والعالم العربي والاسلامي. اعاده تنظيم جذريه نمره 3 للمؤسسات التعليميه بهدف تحسين الجوده والوصول الى المستويات العالميه. وده الدكتور معتز عارف والدكتور طارق عارف ان انا حاربت عشان انشاء هيئه ضمان الجوده والاعتماد. ولما حاربت عشان انشاء هيئه ضمان الجوده والاعتماد بهدف انها تعمل اتصالات دوليه بحيث ان اعتمادها يصبح اعتمادا اوروبيا وعالميا، وهي ما عملتش. الدوله طلعت القانون انها هيئه اقتصاديه ما تديلهاش بادجت. قال ايه؟ هي هتروح تجيب فلوسها من الجامعات ومن المدارس. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حطت فيها البيروقراطس كلهم اللي ما خلصوش حاجة. بعد 15 سنة ما عملوش اكريديتيشن لـ4-5 تلاف جهة من الـ55 ألف جهة اللي في مصر، وما عندناش اي كروس اكريديتيشن في العالم. النظام المرن اللي يتفق واحتياجات التنمية، دي نمرة اربعة، ومفتح الحركات الدولية. طبعا عارفين، كل الناس عارفة ان كتير في اوروبا بقى التعليم العالي 3 سنين مش 4، وان في بعض التخصصات مش محتاجة 4 سنين ولا 5 سنين، وفي تخصصات محتاجة 5 و6 سنين. فكرة النموذج الثابت اللي ما بيتغيرش، اللي ما تقدرش تعمله، ده ما تقدرش تغيره، ما فيش فيه مرونة، واقفة قدام احتياجات التطوير في المحلية. طبعا مش هتكلم على البحث العلمي، لان البحث العلمي طبعا حضراتكم عارفين احنا تحسننا جدا الحقيقة، لكن البحث العلمي يقاس بثلاث حاجات. يا اما بحوث منشورة في الدوريات العالمية سايتد لمدة 40 مرة على الاقل، يا اما براءات اختراع، يا اما بحوث لها اثر ميداني، يعني احنا عارفينه وشايفينه في المجتمع. وانا ما اعتقدش ان احنا في الثلاثة دولت لازم نبص لنفسنا، لازم نبص لنفسنا في اطار تنافسي. الاطار التنافسي بتاعنا يشمل الدول التالية: ايران، اسرائيل، تركيا. هي كده دولت اللي بينافسوك على قيادة المنطقة. ولو خدنا اسرائيل كمثل بعد ما اتفتحت على كل العالم، لو احنا في رينج من 0 لـ10 ودينا اسرائيل 8، يبقى احنا بناخد 3 او 4.
فاحنا لازم قدامنا شغل كبير جدا على فتح اطر البحث العلمي. وانا لاحظت ده بقى لما جت كورونا، اللي احنا بنقول احنا الدوله الاولى اللي عملت بحوث كورونا في افريقيا. احنا ما عندناش معامل فيروسات ليفل 3 ولا ليفل 4، ده احنا بنشتغل على ليفل 1 وليفل 2. بحوث ايه اللي احنا بنعملها على الفيروسات؟ ففي في الاطار ده بقى حاجه مهمه جدا، وهو الالتزام بالنزاهه الاكاديميه والمؤسسيه. الالتزام بالنزاهه الاكاديميه والمؤسسيه ده مش هزار، مفيش فيه كذب في العلم، ومحدش يقدر يسرق من التاني، ومحدش يقدر يدعي، ومحدش يطلع لي في التلفزيون ويقول لي انا مخترع وبعد كده بيفوت سنتين ثلاثه ولا ايه طالع تاني يقول انا اخترعت اختراع والصين بتجري ورايا وامريكا بتجري ورايا. يعني الكلام ده في اي حته في العالم الناس دي تقطع رقابها، لان هم ما بيمشوش حسب المنهجيه العلميه المتعارف عليها، والجورنال يكتب والتلفزيون يجيب، واحنا في نفس الوقت طبعا ده حته سياسيه، احنا في نفس الوقت احنا مش عارفين احنا دوله مدنيه ام دوله دينيه، لاننا بنتكلم طول الوقت ملخبطين الامور على بعضها. الدوله المدنيه علم وابحاث وبرهان، محدش يكلمني غير كده. يجي بقى الحاجة التانية، هي دمج التكنولوجيا والثقافة الرقمية في وجدان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأولوية واضحة لا تسمح بالتراجع، والعمل على التوسع في التعليم عن بعد كجزء من التعليم المدمج، بل السماح بمؤسسات متخصصة مستقلة للتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. ليه أنا بقول الكلام ده؟ رغم أن هذا التعليم فيه تحدي رئيسي، إن مش هنبني الشخصية، لكن أنا ما عنديش، ده مش لكجري، ده أصبح نسيسيتي. أنا تجربتي بقى في الأربع خمس أشهر اللي فات، إن كل حتة رحتها من الجامعات عشان أساعدهم، لأن أنا عندي أكسس للكلام ده، يقولك يا دكتور ده إحنا عندنا، ده إحنا بنعمل تعليم عن بعد، إحنا بنعمل الامتحانات عن بعد، كله كذب. It is not true. يعني unbelievable. ان انا اشوف جامعات بنها ودمنهور ومش عارف ايه يقول لك انا بعمل امتحانات عن بعد، ومعتقدين ان الديستنت ايدوكيشن هو ان انا انقل سبجكت بي دي اف واحطه على السكرين او اجيب باوربوينت واقولها للطلبه. اتس ان انتر اكتيف فيرتشوال ايدوكيشن ذات باي باس الكلام اللي احنا بنقوله هنا في مصر. وانفورشنتلي ان اللي واخد الليد في الكلام ده هي وزاره الاتصالات مش وزاره التعليم. يعني انت عشان تعمل اي حاجه الكترونيه تروح لوزاره الاتصالات مش وزاره التعليم. طبعا بالاضافه الى حوكمه اداره مؤسسات التعليم العاليه وكفاءتها، وما فيش حوكمه اداره من غير اوديتنج ومن غير اكاونتابيليتي ومن غير ترانسبيرنسي. ثلاث حاجات رئيسيه. الجامعة اللي أنا معرفش أعمل أوديتينج عليها وأكاونتابل في اللي بتقوله وبتصرفه وبتقيم على هذا الأساس يبقى بعيد عننا خالص. وهيجي في الآخر طبعا الجانب الإنساني زي ما قلت في التعليم المدرسي، وهو الرياضة والفن والعمل الجماعي والتواصل والحاجات دي. أنا أذكر يا دكتور معتز، دكتور طارق والجماعة الكبار بقى، مش عايز أكبركم معايا، أنا كلية الطب كنت كل سنة بيبقى فيه زي دورة أولمبية لجميع كليات الطب، مرة نروح طنطا ومرة نروح اسكندرية ومرة نروح أسيوط، نلعب في كل الألعاب ونقابل بعض ونشوف كل أصحابي وأصدقائي اللي عملتهم في مجال الطب خارج نطاق كليتي كانت في هذه الدورات التي أصبحت غير موجودة، حتى ملاعبنا بني عليها مباني أخرى. نتنقل على وراها دي مقولة طه حسين بالإنجليزي، فمش هعيدها مرة أخرى، بس هي تبقى أمامكم لو حبيتوا تشوفوها، لأن أنا شايفها من أفضل المقولات اللي اتقالت في التاريخ. إح مخرجات التعليم العالي المصري في الإطار المتاح الآن لا تتناسب مع أحلامنا ولا تتوافق مع المعايير الدولية ولا تكسب خريجيها قدرة تنافسية. أنا راجل متفائل، لأني بشوف طلبة ممتازين
لكن انت تقيس قيمة التعليم مش بالطلبة الممتازة، تقيسه بالستاندرد اللي تحت مش اللي فوق، زي ما بيقولوا نرفع القاعدة اللي احنا واقفين عليها ونشيل السقف. انت لما تيجي تقول الغالبية العظمى من الطلاب دولت الحقيقة محتاجين شغل. انا بتألم جدا، اتألمت جدا لما لقيت البواب اللي عندي والجناين اللي عندي خريجين جامعة. انا ريسويت انتم خريج جامعة ما بعرفش يقرأ ويكتب، مصيبة ايه اللي انا فيها دي؟ فيعني احنا بالحقيقة عايزين هزة عميقة جدا وجادة جدا، لان مؤسسات التعليم العالي والجامعات هي عامل التغيير داخل المجتمعات النامية التي تقودها نحو المستقبل. ولا يجب ان نسمح تلك المؤسسات بالانهيار، بل يجب ان تكون هي اولويتنا في الاصلاح، لانها مش بس ضرورة للمجتمع، هي لا يمكن الاستغناء عنها. فاذا كنا بنتكلم عندنا 32% هم اللي بيخشوا الجامعات والباقي لا، طبعا في ناس كتير تقول لك واحنا عايزين تعليم فني يا دكتور، مش عايزين تعليم جامعي. التعليم الفني والجامعي موجودين مع بعض في اطار. واحنا النهارده اللي ما يعرفش، الطلبه في ثالثه اعدادي بيروح منهم 65% تعليم فني فعلا، ال 35% هم اللي بيخشوا التعليم الثانويه العامه، ومن ال 35% دول 25 هم اللي بيخشوا الجامعه. يا جماعة احنا الشكل العام قدامنا غير الحقيقة، واللي بيخش التعليم الفني في المدارس ده داخل جراج، لا هو بيتعلم ولا هو ولا احنا شايفينه حتى. لا دي بقى حاجات تانية مش تبع البرزنتيشن بتاعتي. انا هأنهي كلامي بمقولة اينشتاين لو سمحت تجيبها: significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them, because we did create that the challenge that we face now. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور حسام. I'm very actually impressed بالcovered in this short period of time. فنشكرك شكرا جزيلا. وأنا عارف إن في عدد من الزملاء أبدوا الرغبة في الأسئلة، هستفتحهم بزميلنا وعضو مجلس الأمناء الدكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي السابق وأحد البارزين في مجال التعليم أيضا والتكنولوجيا. دكتور معتز الفلور از يورز. شكرا يا فندم. أنا طبعا تهت مع حسام والفكر العميق والثقافة المتنوعة، يعني صعب مجاراتها بأي بقى مداخلات. شهيتنا برضو بإثارته مجموعة من القضايا اللي لابد أن نتطرق لها حتى يمكن أن نحسن بتعليمنا العالي، لأنه بدون تعليم عالي جيد طبعا من الصعوبة بمكان أن احنا نتطور ونتقدم. يعني في بعض الحاجات أنا عايز أمر عليها بسرعة كده، أنا عارف الوقت حسن قد إيه، مثلا ثلاث دقائق كده أقدر أتكلم. يعني الجزء الاول عايز اسيره ان قضيه المثلث الخاص بالاتاحه والجوده والطاقه الاستيعابيه دكتور حسام، وان ده طرح في اكثر من مره وانتم طرحتوها قبل كده في لجنه التعليم العالي بالحزب الوطني ولا غير ذلك، وان احنا عندنا اتاحه لابد ان ننظر الى الجوده. وطبعا ان معدلات الاتاحه في مصر لا تتوافق مع معدلات الاتاحه في الدول العربيه زي لبنان وزي الأردن وغيره، وطبعاً أقل كثيراً من الإتاحة اللي موجودة في إيران وفي تركيا والغير ذلك. ولكن ومن ثم كمان إحنا عايزين نعمل إتاحة مع جودة، مش كده دكتور حسام؟ زي ما وصلتم في هذا، وإنه المشكلة ليست إذن أذى ليست في قضية إن إحنا الإتاحة، القضية في الطاقة الاستيعابية وتوفير الجامعات. ويمكن ده الفكر اللي طرح الآن للدفع بقى بعمل جامعات مختلفة، مش بأي شكل. لازم نفكر طبعا في شكل الجامعات تماما، ان هذه الجامعات يجب ان يكون لها توجه معين ورؤيه في مفهومها وكينونه الجامعات وطبيعتها. انا يعني اتفق ايضا انه احنا بنشهد كده غياب يعني ايه جامعه اهليه، يعني جامعه خاصه، ويعني ايه جامعه حكوميه. عندما تكون هناك جامعه حكوميه فيها مجموعه من البرامج الجديده والخاصه برسوم صرف النظر، رسوم بقى وغير رسوم،
يعني مش قضية التعليم، يعني مش هتكلم فدي، يعني دي قضية أخرى. برامج جديدة ورسوم تتنافس مع الجامعات الخاصة، وهناك أيضا التوجه الحالي أن تنشأ 15 جامعة جديدة أهلية تابعة للجامعات الحكومية. إذن أصبح الجامعات الحكومية فيها ثلاث اتجاهات رئيسية في التعليم، تعليم برامج خاصة، جامعات خاصة كما لو كانت جامعات خاصة، ثم هناك كمان لدينا الجامعات الأهلية التي ستنشئها هذه الجامعات الحكومية. يجب أن نحدد، إحنا بقى بنتكلم على إيه؟ طبعاً نتفق معك في الكلام تماماً. إحنا بنعاني بقالنا فترة يا دكتور حسام. أنا الأول قبل ما أنسى أن طبعاً نمرة واحد الجامعات، وأتفق تماماً على الرباعي اللي قلته، الويلفير والمينينج والتروث والأوردر، وأن يعني الدور الفكري والحضاري والتنويري للجامعات ده دور أساسي ولابد أن يستمر ويكون له قوة تأثير، لأن هي الجامعات والتاريخ بيقول أن الجامعات هي اللي بتحدث التغيير السياسي والاقتصادي ولا غير ذلك. طبعاً ده هناك اتفاق، وإن ده ما حدش بقى يجاري حسام بدراوي في هذا المجال. أتفق أيضاً أن مشكلة المعادلة، أن نعادل الشهادات بما تمنحها الجامعات المصرية في نفس التخصص، أمر في منتهى الخطورة، أن نحن نتكلم على معادلة معترف والحقيقة برضو معلش ما هو نقدرش نتكلم فيه ده دون إثارة استقلالية الجامعات والمجلس الأعلى والجامعات والدور الحقيقي للمجلس. يعني ممكن أن يكون موجوداً لكن يكون له دور مختلف عما يقوم به الآن في عملية الإدارة الكاملة للعملية التعليمية في الجامعات الحكومية. قضية استقلال الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات يتعين إعادة النظر فيها، وكمان مفهوم الجامعات الحكومية ودورها وخلافها عن الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والغير ذلك. أنا أتفق أيضا أن هناك تعدد لمقدمي الخدمات التعليمية العليا وبتنافس، ويمكن في بعض المقالات والمؤشرات اللي بتقول أن هناك فعلا مقدمين للخدمات التعليمية يخرجوا عن اليونيفرسيتيز وناجحين بشكل كبير في هذا المجال. يعني أنا بقرر برضو إنه أن الجامعات تقدم خدمة مجتمعية، تقدمهم لهذه الخدمة شكلها إيه وتحقق إيه وإيه غايتها وهل لها دور تنويري ولا لا أو كده، هو ده مهم. يعني المسمى بإنه هي مقدمة خدمات، لا، هو الجامعة مقدمة الخدمات، هذه الخدمات شكلها إيه وما تحققه على مستوى المجتمع وما تحققه للخريج من قدرات على التنافسية على مستوى العالم، وإنها تقوم بين كل خريج يبقى لديه إمكانات متطورة وإلى غير ذلك. ضمن الجودة والاعتماد طبعاً الأمل كان فيه كبير، ما حققش هذا الأمل بشكل كبير، يعني المفروض يبقى فيه جهود أكبر من ذلك في هذا المجال. يمكن البحث العلمي فيه تحسن في النشر العلمي طبعاً، لكن أنا رأيي أن هذا التحسن نشأ للتطور اللي حصل في القواعد المعلومات العلمية ووجودها في الجامعات وإلى غير ذلك، لكن لا ننكر أن هناك تحسن في البحث العلمي، بس ليس البحث العلمي التطبيقي وليس الاكسبريمنتال ديفلوبمنت وليس الابتكار اللي هو قد يكون نهاية للسايكل بتاعة البحث العلمي والتطوير التي تنتهي بالابتكار. أنا أقول بسرعة بس الوقت لا يسرقنا في هذا. أنا بدي مثال آخر على قضية طرح حسام على التعلم والبعد والمدمج وإلى غير ذلك. في منذ فترة لا تقل عن مثلاً 10 سنوات أو 12 سنة نشأت جامعة تسمى الجامعة المصرية للتعلم والدكتوراه، وهذه الجامعة كان المفروض بقى أنها تلعب دور أساسي في تطوير تكنولوجيات التعليم وأساليبه وأنها تقود المسار. أيام الدكتور هاني هلال الحقيقة ويريدك لو كان ده تم كانت الأمور، إحنا ده هي بتبحث عن 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 شيء تقوم به، وأنا عمال أدعم فيها على أساس وهي لديها التكنولوجيا ولديها الخبرات وممكن تلعب دور، لكن كل جامعة طبعا ده مش استقلال بقى جامعة، كل جامعة عايزة تعمل الدور بتاعها. يعني إحنا كان فاتنا القطار في هذا المجال يا دكتور حسام، كان المفروض سابقا إنه يبقى لدينا إن هذه الجامعة تتعدد ويبقى لها مراكز متعددة في أماكن مختلفة، يبقى أكثر من جامعة للتعلم الإلكتروني، وهذه الجامعات هي اللي تقود مسيرة التحول الرقمي إذا ربنا بذلك. آخر حاجة يا دكتور حسن دكتور طارق، أنا أسف على الإطالة، أنا حاولت كده يعني أوصل من الدكتور حسام على أعرض ما يقوله بفكر آخر شوية. أنا دور الأساسي للتعليم العالي في عصر المعرفة بالألفية الثالثة هو بالدرجة الأولى بناء رأس مال بشري،
وطبعا فارق بين العمل رأس المال البشري. رأس المال البشري يعني أن هناك خريج مكتسب لخبرات وقدرات مهنية ومهارات شخصية واجتماعية وذهنية ومعرفية وقادر على التفاعل بمفهوم العامل المعرفي ده اللي بيطلق النوليدج وركر. الجامعة نجحت أنها تنجح في أنها تخرج هذا الخريج الذي يتوائم مع العصر الحديث ولديه قدرات مهنية، لأنه الفرق بين الخريج العادي والخريج ورأس المال البشري، رأس المال البشري هو يتكون من الخريج وقدراته المهنية إلى جانب مهاراته الشخصية والاجتماعية والذهنية والمعرفية اللي لازم نسعى عليها. يعني آخر نقطة أقول إنه يمكن نحط الفكر بتاعك دكتور حسام إنه لابد أن يكون لدينا عدد إن التعليم العالي متعدد الأبعاد والفئات، وانه لابد ان ناخذ في اعتبارنا هذا الوضع ونضع المعايير اللي ونسعى الى تحقيق جزء كبير منها. لدينا ابعاد مختلفه للتعليم العالي، بعد الجوده اللي هو التميز العمليه التعليميه والتميز عن الاقران وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه والى غير ذلك. لدينا ايضا البعد المعرفي في انتاج المعرفه ونشرها وتطبيقها ودور البحث العلمي والتطوير، وايضا في هذا كمان التنوير والى غير ذلك. لدينا بعد خدمه بعد رياده الاعمال وخدمه المجتمع وتنميه البيئه ودعم رياده الاعمال والابتكار، وده جزء اساسي في الجامعات الجديده، طبعا الجامعات التطوريه وغير ذلك. لكن هناك كذلك البعد الاجتماعي اللي يمكن نحط فيه عداله التعليم العالي وديمقراطيته، وامر مهم يا دكتور حسام، مش بس قضيه الاتاحه، يعني لابد ان يكون تكافؤ الفرص، تكافؤ فرص الاتاحه يتوائم مع تكافؤ الفرص وعدالة التعليم العالي. وقضية مهمة قوي تعلم مدى الحياة واستدامة التعليم والعملية التعليمية، نعتقد أن جزء أساسي يتوائم مع العصر الحالي ومطلوب. لكن برضو ده لا يخفي أن هناك بعد اقتصادي، خدمة اقتصادية رأس المال البشري الذي ينجح في أسواق العمل والذي لديه المهارات والقدرات والقدرات للتفاعل مع العصر مع سوق العمل الديناميكي الحديث المتطور اللي بيتغير تغيرات كبيره في هذا المجال. ما ننساش كمان يا دكتور حسام ان احنا نعيش في عصر فيه تغيرات تكنولوجيه وعلميه ومعرفيه بتجري بشكل كبير جدا. احنا عمالين نحاول في عصر المعرفه الان الثوره الصناعيه الرابعه والتكنولوجيات الذكيه والى غير ذلك. ان التعليم العالي يواكب هذا المناخ الجديد العالمي ويتفاعل معه في هذا المجال. وبالتالي اذا حبينا نحط كده تصور عام ان هناك الاهداف او نقاط عن التعليم العالي في هذا المجال، فنقول والله ان التعليم العالي لابد ان يحقق الاتاحه والجوده والعداله والاستدامه والبعد المعرفي والتنموي والتنوير. اذا كان هذه الاستيتمنت لو قدرنا ان احنا ناخدها بدرجه من التفصيل، سنكون وصلنا الى مستوى من التعليم العالي ممكن ان ينافس عالميا. طبعا ده ما يجيش جزء صغير جدا من اللي ذكره الدكتور حسام، وانا اتفق مع معظم الاشياء، ونحن في حاجه لمفكر مثل حسام البدراوي حتى يمكن ان نعلن اللبنات الاولى اللي نبني عليها الخطط الاستراتيجيه بفكر متطور وخبراته العميقه وتاريخه الطويل بقى في التعليم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور معتز. احنا هناخد كمان تعليقين او سؤالين وبعدين ندي الفرصه للدكتور حسام ان هو يرد عليهم. فانا عارف انه ممكن يكون الدكتور طارق يحب يعلق على الدور بتاع الجامعه بصفته رئيس جامعه، عنده كثير من الخبرات الغربيه والمحليه ايضا. لا يا دكتور حسن، أنا الحقيقة أشكر الدكتور حسام على محاضرة رائعة، والأفكار اللي بيقولها دي كلها أفكار يعني موجودة في المجتمع العالمي في التعليم العالي والجامعات، وهو أشار إلى هذا في عدة أماكن الحقيقة. ويعني أرجو أننا فعلا نأخذ بالسبل وبالحاجات اللي اتقالت، لأن الجامعات عندنا لحد دلوقتي يعني لم تصل إلى المستوى اللي هو بنصبه إليه بالنسبة لمصر كجامعات كمنارة للثقافة والعلم والتعليم والثقافة العامة وبناء الإنسان. ف
فيعني دي حاجات لسه بنفتقدها بكل أسف، ومش شايفين ان يعني التوجهات يعني بناء بعض هذه الجامعات الجديدة مفيد جدا، لأن محتاجين جامعات جديدة كتير حقيقة، يعني محتاجين ننشئ جامعات كتيرة. لكن المهم أكتر إيه الرسالة وإزاي بتحقق هذه الرسالة. فيعني ربنا يوفق الجميع إلى هذا. وطبعا كلام مفيد، والدكتور معتز قال كلام مفيد جدا. فيعني الخبراء والعارفين بهذا المجتمع عارفين إيه المجتمع ده محتاجه، فنرجو أن يعني نأخذ بهذه السبل. شكرا دكتور طارق. المهندس عادل لطفي، مهندس عادل موجود؟ تفضل. موجود بس كنت بفتح السؤال مايك. الحقيقه الصوت بريكنج اوت يا باشمهندس. مهندس عادل لو طيب على بال ما الباشمهندس عادل يستعيد الصوت. عايز حضرتك، انا عندي بعض الاستفسارات اذا كان سمحت لي بس. طيب يعني بكل سرور، انا بس عايز اللي يسال يعرف نفسه ويدينا بس دقيقه واحده في السؤال. معلش انا اسف، النت الظاهر فصل ولا حاجه. طيب ماشي، اتفضل يا باشمهندس. انا بس ليا يعني رغبه في انه ما نقوله في صالون الثقافي الجميل اللي احنا فيه ده، سواء في الحلقه دي او في الحلقات السابقه او القادمه، كويس كيف نصل باللي احنا بنقوله وبنطرحه من حلول او من افكار البلد محتاجها، ازاي نصل للمسؤولين علشان نحط ده قدامهم يختاروا منهم حتى اللي هم عايزينه ويبتدوا ينفذوه، او نعرف ان ده مش قابل للتنفيذ ولا نعمل ايه، بدل ما يبقى احنا كلنا بنكلم بعض لكن ما حدش فينا بيكلم صاحب القرار. هو في الحقيقة جامعة النيل الأول مرة يمكن عملت أسلوب الترانسبيرنسي، فإحنا بنحط الريكوردينج على الفيسبوك، ويعني كل الناس متاح لهم إن هم يشوفوا المحاضرات اللي إحنا عملناها. زي ما حضرتك فاكر باشمهندس عادل، إحنا عملنا أكثر من 12 محاضرة لغاية دلوقتي، ومع قادة الفكر الاقتصادي والفكر التعليمي وحتى في مجال الفكر الطبي. وفي الحقيقة يعني أنا لازم أقول هنا أنه كان في استجابة، أنا وصلني شخصياً أكثر من طلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء ومن وزارة التخطيط بعض الأحيان ومن بعض التنفيذيين الآخرين بيطلبوا أنهم يشوفوا الريكوردينج تاني. فمعناها أنه في على الأقل نوع من الاستماع لما هو مطروح، يعني ده أكثر ما كنا يعني نطمح فيه. وطبعاً إحنا معانا في الحقيقة يعني عدد من الزملاء اللي بيساعدوا بيعضدوا بيكتبوا، يعني اتكتب عن المحاضرات بتاعة جامعة النيل عدد غير قليل، الجرائد والمجلات كتبت بصورة شاملة على كل محاضرة عملناها. في الحقيقة بيساعدنا طبعا زمايلنا الصحفيين الموجودين وبيحضروا معنا باستمرار. الأستاذ حسام الأمير هو المندوب بتاعنا زي ما تقول لدى الصحافة، فبيوصل كثير من الأصوات. لكن اللي حضرتك بتقوله أنه لو كان في بعد كده نوع من يعني تجميع وإعادة صياغة المقترحات، اعتقد ان ده يعني مشروع وبرنامج يعني يقدر ان ننظر اليه. انا عايز كمان اقول انه في الحقيقه احنا وصلنا لما هو بعد حدود المحروسه،
يعني دايما بيحضر معنا عدد من الزملاء من الدول العربية. أنا هنتهز الفرصة بعد سؤال حضرتك باشمهندس عادل إني أسأل الدكتورة فاطمة الشمسي، هي نائب رئيس جامعة السوربون في الإمارات وهي بتحضر معنا باستمرار. وفي الحقيقة أنا شايف واتكلمت قبل كده في الموضوع ده إنه الموديل اللي احنا بنقوم عليه حاليا يشبه إلى حد بعيد الموديل بتاع الخليج اللي هو استجلاب الجامعات الأجنبية وتوفير نوع من الشراكات لها أو توفير نوع من البرانشز لها في مصر. وكنت عايز أسأل الدكتورة فاطمة يعني مدى نجاح الموديل ده، لأنه بحكم خبرتي وتجربتي خاصة في قطر ما كنتش حاسس أنه كان ناجح إلى حد بعيد. الإمارات لها وضع خاص بسبب أنه فيها عدد كبير من المغتربين وبيكون عندهم رغبة في الالتحاق بهذه الجامعات. وضع مصر مختلف شوية، فمش عارف دي نقطة حساسة ولازم أن احنا برضو ننظر إليها، ما هو الموديل التعليمي اللي احنا بنسعى إليه. الدكتور حسام أشار إلى نقطة مهمة قوي، أنا حاخد رأي الدكتورة فاطمة فيها برضو، الجامعات الخاصة، الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، دول الثلاث نماذج اللي موجودة في كل أنحاء العالم. النوع الرابع اللي تم استحداثه أنا هسميه حكولية، اللي هو مزيج ما بين الحكومية والأهلية. ده مش في الحقيقة مش عارف المغزى ليه هو إيه بالضبط يعني. خليني بس أخد الدكتورة فاطمة وحرجع للزميل اللي هو كان بعد كده قبل كده كان حابب يسأل سؤال. الدكتورة فاطمة لو تكرمت، دكتورة فاطمة الشمسي لو موجودة، لو مش موجودة حرجع للزميل اللي كان عايز يسأل يقدم لنا نفسه ويسأل السؤال. مساء الخير دكتور حسن، ومساء الخير للأخوة للحضور جميعا، وأشكر الدكتور حسام على هذا العرض المتميز والصريح فيما يتعلق بنظام التعليم. طبعا هو تكلم عن مصر، وأعتقد هذه معاناة الدول العربية كلها بالنسبة لأنظمة التعليم العالي فيها. بالنسبة لسؤالك دكتور حسن بخصوص يعني نظام التعليم أو التعليم دعوة المؤسسات من الخارج لتكون في الإمارات، أعتقد أن تجربة الإمارات تجربة ناجحة إلى حد ما. فيعني راح أعطي مثال على الجامعتين اللي هما الجامعتين الأساسيتين اللي جت في إمارة أبوظبي، وهي جامعة NYU، وهي طبعا جامعات تستقطب النخبة من الطلبة، هي لا تقبل الطلبة بدون معايير معينة، وخريجيها يعني الامبلويبيليتي ريت عندهم عالية جدا. الجامعة الأخرى اللي أنا كنت أنتمي إليها هي جامعة السوربون. السوربون بدأت طبعا بداية متواضعة بالنسبة لاستقطاب الطلبة، والسبب هو أنه طبعا هي تعمل في بيئة ليس not friendly بالنسبة لها، لأن الأغلبية في دولة الإمارات تتحدث الإنجليزية وليس الفرنسية، فبدأت بالبرامج الفرنسية لم تلقى قبول بالذات من المواطنين، لكن استقطبوا طلبة من خارج الإمارات، فجوا من مثلا من لبنان وسوريا ومن شمال أفريقيا ومن أفريقيا أيضا. فكانت يعني من أجل أن يستقطب المواطنين، برامج الماجستير تحولت للتدريس باللغة الإنجليزية، هذه رفع نسبة المواطنين في نسب الالتحاق بالنسبة للمواطنين. أعتقد إلى حد ما هي يعني تجربة ناجحة، لأن البرامج اللي قدمتها جامعة السوربون برامج يعني متنوعة، برامج تميل إلى الليتريتشر وإلى البرامج الأدبية اللي هي غير موجودة في
ضمن أنظمة التعليم اللي الحالية الموجودة في دولة الإمارات. برامج طبعاً جامعة نيويورك أيضاً برامج متميزة كثيراً بالنسبة بالمقارنة. فهذا أنا أعتقد كان عامل جيد في إجبار الجامعات المحلية الموجودة في دولة الإمارات على السير بهذا الاتجاه. يعني صارت تأتي ببرامج تدريسية متميزة أيضا، رفعت الستاندر في القبول بالنسبة للطلاب، حسنت من أنظمتها التعليمية. وجامعة خليفة حاليا في أبوظبي أيضا جامعة انطلقت انطلاقة كبيرة. فأعتقد يعني السبب هو وجود مثل هذه النوعية من الجامعات. بالنسبة لسؤالك الآخر اللي تقول الجامعات الأهلية، طبعا هناك جامعات كانت مبنية على أغراض تجارية، هذه الجامعات ما عادت ناجحة لأن خلاص الناس عرفت برامجها وعرفت إن شو أهداف هذه الجامعات. ففي كثير من الجامعات أغلقت حاليا في الإمارات من بهذه الجامعات، لكن هناك جامعات أهلية ما زالت طبعا جامعة، لأن أنظمة الأكريديتيشن والمراقبة تطورت كثيرا في دولة الإمارات. ففي إمارة أبوظبي مثلا هناك هيئتين تقوم بمراحل الأكريديتيشن، اللي هي مجلس أبوظبي للتعليم كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك الأكريديتيشن يأتي من وزارة التعليم العالي. فأنا أعتقد أن طبعا البقاء الأفضل، لأن الناس صار عندهم وعي، صار عندهم إدراك، وصارت الـ 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 العائلات تسأل. يعني أنا كثيرا ما تجيني اتصالات من عائلات من أباء وأمهات يسألوا عن أنه ابننا خرج ثانوية، وشو تنصحونا، وين راح يلتحق، في أي جامعة هي الأفضل. فصار هناك وعي، الناس ما عادت تبحث عن التعليم مجرد أنه شهادة أساس أتخرج وأشتغل فيها، لأن حتى المؤسسات الأخرى، حتى عملية التوظيف أيضا ما عادت تاخذ اي طالب خريج من اي جامعه عنده شهاده وياتي ويحصل على وظيفه. صار في يعني سوق العمل صار هايلي كومبتيتيف، وبالتالي صارت الناس تشوف الخيارات الافضل لابنائها ويختاروا لهم الجامعات الافضل. وشكرا على شكرا جزيلا على العرض الممتاز ومعرفتنا بالنظام الموجود حاليا في ابو ظبي. اعتقد ويعني أنا على بعض الدراية بالموضوع إنه أبو ظبي تختلف كثيراً عن دبي، لأنه دبي فيها الفري زون، وبتيجي الجامعات من كل أنحاء العالم تفتح لها فروع هناك. إنما اللي بيجي في أبو ظبي يعني مجلس التعليم بتاع أبو ظبي بيبقى مدقق جداً، وبيبقى حريص جداً على إنه ما يدخلش غير الجامعات اللي لها اسم ولها رانكينج. ف يمكن ده بس اسمح لي دكتور، هنا حتى دبي في الفترة الحالية بدأت أيضا إغلاق العديد من الجامعات اللي في الفريزون وفي غير الفريزون، لأنه صار في عليه ريستريكشن كثيرة من وزارة التعليم العالي. يعني هو ده اللي أنا كنت بقصده، لأن أنا اشتركت مع وزارة التعليم في الأكريديتيشن بروسس في الإمارات، وكان في جامعات موجودة يعني لا يصح أن يطلق عليها لقب جامعات في ما عادت يعني حاليا حتى هذه الجامعات. وانا بقول ده لانه للاسف انا حاسس انه مصر ماشيه في الاتجاه بتاع دبي، فعشان كده يعني اريد ان احذر من هذا الاتجاه، يعني لانه الجامعات اللي بتاتي لنا ما هياش يعني لا ريد هيرنج ولا هي دكاكين يا دكتور. نعم يعني اتس شوبس. شكراً دكتورة فاطمة مرة أخرى، ودي يعني في الحقيقة مهم جداً للملمح. الزميل اللي كان عايز يسأل عشان ما نسهوش، اسم حضرتك وسؤالك لو تكررت. أنا محمد البقري، أستاذ في جامعة بلغاريا الجديدة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. عندي بس الحقيقة
ثلاث استفسارات للدكتور حسام على محاضرته والبرزنتيشن الرائع، خاصة في عرضه الجميل في دور ورسالة الجامعة سواء في التكاثر أو التطور أو التمسك بالتقاليد. ويمكن عجبتني عبارة أن التعليم لابد أن يكون حق وليس خدمة مسعرة، أو جمع خلق دورها لابد أن يكون عامل لخلق المواطن ناقل الثقافة. هنا بستفسر من حضرتك، ويمكن استفسارات الثلاثة يمكن جاية من خلال أو استكمال للي طرحه أو السؤال اللي طرحه المهندس عادل لطفي. المحاضرة حضرتك قلتها جيدة جدا، ولكن هل احنا محتاجين محاضرة تانية لنتكلم فيها عن الآليات لتنفيذ هذا الكلام؟ لأن الآليات أنا بعتقد إنها زي ما تفضل أحد الإخوة في إني لابد أن يصل شكل من أشكال هذا التجمع وهذه الكوكبة اللي بتتكلم زي حضرتك اللي مشارك مع كوكبة من الخبراء في وضع أطر التعليم في مصر، لابد أن تصل بشكل أو بآخر. فما هي الآليات؟ دي نقطة. النقطة الأخرى، هل لأن حضرتك سمعت أن حضرتك كنت مشارك وشكل من أشكال الاستبعاد يمكن لجديتك حضرتك في عملية هذا الطرح اللي طرحته، رؤية التعليم في مصر 2030 يا رؤية عامة جدا وفضفاضة جدا ما فيهاش أي آليات، فهل هناك فعلا في مصر أو هذه الكوكبة تعمل على خلق خطة قومية للتعليم في مصر لا تتوقف الخطة عند وزير معين من الوزراء اللي يجي ويحط رؤيته وبناء عليه تتبدل الرؤية من وزير إلى آخر؟ الاستفسار الآخر والثالث، حضرتك هل ترى ان عملية هذا الاعداد الخاص بالجامعات الا يجب ان يسبقه اعداد كامل للطالب اللي هيجي للجامعة؟ يعني ما احنا عندنا ازمة تعليم في مصر بشكل عام، ما يجب ان يتم اعداده للتلميذ في مرحلة الاعداد لدخول الجامعة. شكرا. شكرا جزيلا دكتور محمد. انا هاخد اخر سؤال في المرحلة دي من الدكتور حسن نصرت، هو زميلنا في مؤسسة زايد للإبداع ورئيس اللجنة العلمية اللي تفضل دكتور حسن. شكرا دكتور حسن. اولا احنا شاكر جدا للدكتور حسام، طرح جميل والحقيقة غطى يعني جراوند واسعة جدا جدا، يعني وإذا كنا فعلا عايزين نعمل حاجة نبص على الآلية، متهيألي مش محاضرة لمناقشة الآلية، هتحتاج محاضرات. يعني أنا بس حابب إن أنا أقول على نقطتين أو ثلاثة، يعني بس عناوين مش أكتر ولا أقل. يعني أعتقد في كي فاكتور مهم جدا احنا مفتقدينه بقالنا يمكن نص قرن او اكتر من نصف قرن، وهو استقلالية الجامعات. بدون استقلالية الجامعات من الصعب جدا ان احنا نحقق الطموح اللي احنا عايزين. الجامعات يكون لها حرية التعيين وحرية الفصل والرفض والتقويم، يعني مفيش، يعني حتى استقلالية الاكاديمية والاستقلالية المادية، يعني دي الاثنين مهمين، ازاي نعملهم دي تكون محل نقاش. بس الاستقلالية ده عنوان مهم جدا وبدونه من الصعب تحقيق حاجة. لو حبيت احط نقطة يعني عملية على الوضع الحالي، فالحقيقة الجامعات في منطقة كلها، يعني مش هقول في مصر فقط، في المنطقة كلها عبارة لا تختلف عن أي ديوان من دوين الوزارة. يعني الناس بتتعين فيها وبقى لها درجات وبيمشوا في طابور وكله بيوصل لمناصب رئيس قسم وإلى آخره، يعني بتمشي العملية كده. وده طبعا ما يعني احنا شفنا أعضاء التدريس يعني غير متواجدين بصفة عامة، يعني إلا في قليل نادر جدا يعني في الجامعة، فلأنه هو ضامن وظيفة يعني زيه أي موظف حكومي، بس بالعكس يعني موظف الحكومة لازم يروح ويمضي وبتاع، لكن ده ما بتفرقش معاه. فطبعا الجامعات محتاجة أنها تكون في
في قدرة ما على تقييم العمل وعلى يكون نوع من التعاقد. يعني ممكن أنا يكون رئيس القسم عندي عنده 30 سنة، يعني ما فيش مشكلة أبدا، يعني بتعاقد معاه عشان هدف معين. أنا عملت قسم مثلا جراحة قلب ولا ما أعرفش إيه ولا بتاع، ليه هدف، ليه أوبجكتيف، وفي حاجة to be fulfilled بعد كم سنة بقيم، ما فيش خلاص بيمشي وهكذا. يعني عايز أقول إن إحنا عدم القدرة على حرية التصرف بالطريقة بتحد يعني من أي نجاح يعني. فلذلك أعضاء التدريس الحقيقة أو التعيين والترقي والنظام كل ده لازم يتغير. يعني لا يصلح أبدا أن يستمر عضو التدريس في العمل أكنه موظف ليه درجة ومحسوب عليه وبيستمر وبيترقى، ومش فيه طابور كلهم ورا بعض، دوت مفهوش أي حافز، مفهوش أي تنشيط لأي حاجة. طبعا أنا مش هدخل في النواحي المادية ونواحي الوضع المادي، لأن وضع هيئة التدريس ما ينفعش أيضا كمان تطالبه بأمور وما بتدلوش الوضع المناسب ليه. يعني أنا المواضيع كتيرة جدا، لكن أنا هكتفي بس بالنقطتين دولت، اللي هو استقلية الجامعات وموضوع هيئة التدريس. يمكن لو أحب أضيف حاجة دكتور حسن، إحنا محتاجين أيضا في بلدنا المشاكل عنيفة جدا جدا جدا، ومحتاجين نفكر يعني lateral thinking، يعني نشوف إزاي يعني قد لا نستطيع إن إحنا يعني نعمل copy للنظم الأوروبية. عايزين نبحث عن حاجة أخرى، يعني نبحث عن طريقة أخرى. وأعتقد التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد ودوت قد يكون يعني عايزة دراسة قوية إزاي نقدر نستثمرها في عملية التعليم. يعني عشان نقول والله محتاجين 3 مليار عشان أو كذا مليار عشان ننشئ جامعة، ده مش ده كتير قوي يعني في هذا الوقت اللي احنا بنقدر نعمل فيه التكنولوجي دوت. مش محتاجين أظن يعني هذه الضخامة من البادجت، يعني الأرض والبنى والمباني والمخابرات ومش ايه. شكرا يا فندم. شكرا دكتور حسن. وقبل ما ادي الكلمه للدكتور حسام، الدكتور حسام انت داخل من تو ديفايسز، لو تقفل واحد هيعمل صدى الصوت وعلى بال ما تعمل ده انا عندي زميلنا الاستاذ خالد عيد، استاذ الاداره الاستراتيجيه في كليه الاداره، كان عنده سؤال ايضا، يا ريت يتفضل على بال ما الدكتور حسام. استاذ خالد اتفضل. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور حسام على المحاضره القيمه. انا سؤالي يعني طبعا الكلام اللي حضرتك قلته والكلام اللي قاله الدكتور معتز يعني هو في نفس الاطار دوت، هو يعني مستقبل الجامعات في العالم واحنا في مصر يعني هيبقى وضعنا ايه. يعني في توجه في الجامعات الكبيره، يعني بنتكلم على الجامعات بحجم هارفارد وام اي تي، في اساتذه في هذه الجامعات مثلا زي ريتشارد ألمور وغيرهم بيتكلموا ان مستقبل الجامعات التقليدي اللي احنا بنعرفه النهارده هيكون زي مستقبل الاعلام التقليدي اللي كان موجود قبل كده، اللي هو يعني الميديا الماس ميديا اللي كانت موجوده سواء الجرايد او التي في او الكلام ده كله. والمؤشرات على هذا الكلام انه مصادر التعلم بقت متعددة ومختلفة، ما بقتش بس الجامعة هي المصدر بتاع التعلم. الدراسات اللي يعني اللي اتعملت كلها بتقول انه طرق التعلم كمان حصل فيها تغيير، وانه الاكسبيرينشال ليرنينج والسوشيال ليرنينج بقى بيشكل جزء كبير جدا من طرق التعلم عند الاجيال الجديدة غير الاجيال اللي كانت موجودة قبل كده. الحاجة الثالثة، العنصر الثالث اللي هو من الذي له الحق في تقييم المعرفة او النوليدج. يعني دلوقتي بقى في ترند موجود وده بيكون ظاهر جدا في الاعلانات بتاعه الوظائف وخصوصا في الشركات يعني المالتي ناشونال، انه بيتحط المؤهل العلمي يعني سواء كان الباتشلر او الام بي اي كديفاكتو يعني، بس بيكون التركيز اكتر على البروفيشنال كواليفيكيشنز. حضرتك بتلاقي مثلا اللي عايز حد في البروجكت مانجمنت ما بيكتفيش ببكالوريوس الهندسه، بيطلب حد يكون عنده البي ام بي. الماركتنج بيطلب حد يكون من التشارتر واخد الكواليفيكيشن بتاعه التشارتر انستيتيوت اوف ماركتنج. فما بقتش الجامعه فقط هي اللي بتقيم المعرفه، بقى في جهات اخرى بتقيم المعرفه.
الحاجه بقى يعني الترند كمان اللي بقى موجود انه الجامعات نفسها البرامج بتاعتها بقت بتعتمد من جهات غير اكاديميه، فبقى في مؤسسات مستقله بتعتمد برامج، ونقول انه مثلا الام بي اي دي معتمده من الانبا او من يعني من جهات مختلفه اخرى. حضرتك شايف يعني في اطار الرؤيه دي انه فعلا هل مستقبل الجامعات هيتغير بشكل راديكالي، وان هي بقت يعني شويه يعني في تهديد لوجودها في المستقبل بالشكل المتعرف عليه، واحنا في مصر هل عندنا رؤيه لهذا الكلام، ولا هل احنا ماشيين في الاطار يعني ايه زي ما الدنيا هتمشي احنا نمشي وراها؟ شكرا جزيلا. أظن you have your hands full دكتور حسين. عشر دقايق تختمها لنا. أوكي. كل الكلام اللي اتقال جميل جدا، بس أنا يعني علشان ألمه عايز أقول حاجة مهمة. أنا لما استدعيتني وزارة التخطيط سنة 2014 وقالوا لي عايزينك تشير الجروب اللي انت تكونه الوضع رؤية مصر 2030 في التعليم، وانا رايح قلت لنفسي كلاكيت 10 مرة، انا عملت كده قبل كده، بعدين قلت لا يا واد خليك بوزيتيف، وعشان تبقى بوزيتيف هخرج بره اطار مجرد الرؤية الى اطار يليه، وده هيرد على بعض الاسئلة اللي اتقالت النهاردة. فلما يعني لميت السبعين خبير اللي اشتغلوا معايا over one and a half years وحطينا الرؤية، ما حطيناش الرؤية زي ما قلتها لحضراتكم فقط، ده كل كلمة في الرؤية اتحطت لها أهداف ومشروعات وKPIs ومدة زمنية ومسؤولية مين ينفذها. يعني الكلام اللي حضراتكم بتقولوه اتعمل. فلما اقول نظام تعليمي رقمي اتحطت له المؤشرات بتاعته، لكن الحقيقة المزعجة ان انا في هذا الاطار منذ سنة 2000 من ساعة ما كنت رئيس لجنة التعليم في البرلمان، واجيب لكم السياسات التي وضعت في لجنة التعليم في البرلمان والمشروعات اللي الحكومة كانت بتقول وافق عليها. قضيتنا في مصر هي الاستدامة والتطبيق. أنا قلتها يعني حكمة، إحنا بنحب نطبق إلا 5، كل حاجة تبقى إلا 5. هنعمل نظام هيئة ضمان الجودة والاعتماد فاين، لكن تيجي في آخر 5 وتقوم قايل إيه ده يبقى تابع للوزارة المسؤولة. يعني الزميلة في أبو ظبي قالت لك أكريديتيشن من وزارة التعليم العالي، خطأ استراتيجي. الوزارة المسؤولة لا يجب أن تعمل أكريديتيشن للبروفايدر اوف سيرفيس بتاعها، لازم يكون إندبندنت إنتيتي مش فيها. لدرجة ان احنا لما وقفت في الحتة دي في البرلمان فوجئت مرة سنة 2003 بتليفون جايلي من سفير الأردن بيقول لي الملك عايز يقابل حضرتك عشان احنا عملنا هيئة ضمان الجودة والاعتماد وعايز رأيك، وبعتولي طيارة رحت قابلت ملك الأردن وروني قانون. فقلت لهم ازاي الوزارة التي تراقب التعليم هي تبقى اللي بتعمل الاكريديتيشن بتاعه. الراجل خد مني 3 دقايق عشان يغير البند في القانون، لكن احنا عندنا اخدنا 3 سنين. فانت قضيتنا الرئيسية يا جماعة هي في الاستدامة. طيب رؤية مصر 2030 أعلنها رئيس الجمهورية، وزي ما بقول لحضراتكم كل كلمة فيها محطوط لها الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية ومين المسؤول عن تنفيذها والمشاريع اللي ممكن تتنفذ من خلالها والمدة الزمنية والKPIs بتاعتها. عايزين ايه أكتر من كده؟ أنا بقى أؤكد لكم
ان هذه الرؤية لما بنزل المدارس ما حدش عنده فكرة عنها، لما بروح الجامعات ما حدش عنده فكرة عنها. فانت الدولة نفسها اصدرت وبذلت الجهد واصدرت الرؤية، لكن ما فيش لها فولو اب. اقترحت عليهم ان احنا نعمل هيئة شغلتها الوحيدة انها تطلع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بيقول ايه اللي تنفذ وما تنفذش من الرؤية دي حسب الاهداف التي تمت الموافقة عليها. مرضوش. فقمت انا عامل مرصد، عملت مؤسسة مدنية تعمل مرصد لمراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030. الوحيدة يعني اللي اهتمت كانت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط، وبعتت لي مندوب من عندها يبقى عضو مجلس إدارة المرصد. لكن هي القضية واحدة ما بتتغيرش، هنعمل خط سكة حديد للعريش يقوم يقف قبل العريش بخمسة كيلو. انت صرفت وعملت الخط لكن ما وصلتش للعريش. عملنا 10 أنفاق تحت قناة السويس بس ما تقدرش تعدي، ما تقدرش تركب عربية فور درايف وما عايز تصريح. احنا في حاجة عقلية في مسألة المنع وعدم استكمال المشاريع. أؤكد لكم مرة أخرى أن قضية التطبيق ما تجيش إلا زي ما عمل اسمه إيه مهاتير، هو كان وزير التعليم وهو أصبح رئيس الوزارة. التعليم مش هيتغير إلا لو رئيس الوزارة هو وزير التعليم ويقعد له 10 سنين. أنا بتكلم بجد، لأن كل وزير بيجي بيبدأ من أول وجديد، وكلهم نيتهم كويسة وكلهم أفكارهم كويسة، لكن إحنا ما عندناش تراكم للخبرة. ده هي قيمة مصر في تراكم الخبرات. إحنا 2011 عملنا إيه؟ حطينا خط قلنا كل اللي قبل 2011 وحش وكل اللي بعد 2011 يبتدي من أول وجديد. لا، كان في حاجات كويسة وفي حاجات وحشة. ابني راكم عشان تحقق كل الكلام اللي قاله الدكتور معتز أنا موافق عليه، وكل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه أنا موافق عليه، وكل الكلام ده مكتوب وكل الكلام ده موثق، وما لم يوثق لم يوجد. لكن القضية مش كده، هي القضية هل لدينا فلسفة وراء الاستراتيجية أم لا؟ لو ما عندناش فلسفة وراء استراتيجيتنا هتتغير. عشان كده لازم يكون في حاجة مستدامة. واقترحنا ان يبقى المجلس الأعلى للتعليم، ينشأ مجلس أعلى للتعليم يبقى وظيفته ان هو يكيب الرؤية في الإطار بتاعها ويراجعها كل 5 سنوات. ما فيش حاجة مقدسة يعني، بس يبقى على الأقل ما بتخرجش بره إطارها وتطبقها. وإحنا لما عملنا سنة 2006 و2005 غيرنا قانون المعلم عشان نخلي نعمل أكاديمية المعلم، كان الهدف إيه؟ إن المعلم ما يبقاش موظف حكومة. فإحنا اللي حصل إيه؟ إن بقى أستاذ الجامعة موظف حكومة. أكاديمية المعلم اللي مفروض إن المعلمين إنها كانت ترعى فكرة أن هناك 100 برنامج لتدريب المعلمين، وأن كل برنامج له ويت كريدت بوينتس، وأن ما فيش معلم هيترقى إلا لو خد مجموع كريدت بوينتس معينة علشان يقدر يترقى في مكانه، كله باظ. لأن اتقلبت الأكاديمية من أن هي ريجيليتر لذلك الأمر إلى أنها بروفايدر، بقت هي اللي بتدرب، وعشان تدرب بقت بيروقراطية حكومية. آخر مرة رحت الأكاديمية العظيمة اللي جنبنا هنا في الشيخ زايد، حاجة مباني وأوتيلات وجناين، لقيت حفلة. كنت رايح مدعو أدي محاضرة لمدير التعليم في المدارس التجريبية، فروحت المحاضرة لقيت قالوا لي متأسفين يا دكتور هتتنقل للمسرح الجانبي لأن المسرح الرئيسي محجوز. محجوز بإيه؟ لقيت حاجة زي الفرح كده ويوفط وصور. إيه يا جماعة؟ قالوا لي أصل الأستاذ عبد الموجود
مدرس الدروس الخصوصية للرياضيات عامل حفلة للطلبة اللي بيجيب دروس خصوصية. أقسم بالله أكاديمية التعليم. فأنا اتغصت فقمت داخل على المسرح، لقيت الأستاذ عبد الموجود موجود على المسرح والطلبة بيتصوروا معاه. هو شافني فنزل جاب دكتور حسام. قلت له يا أستاذ عبد الموجود حاضر يجي 600 واحد عامل حفلة للدروس الخصوصية في أكاديمية المعلم اللي بتأجر المسرح بالفلوس. هنا بقى إيه هتسميه إيه؟ لدرجة إن أنا من كتر غيظي قلت هطلع مش هكلم الوزير، الموضوع خلاص يعني ما يستاهلش. لأن القضية الرئيسية there is no philosophy وراء إنشاء الأكاديمية. راحت طارت. نفس الحاجة دكتور معتز والدكتور طارق وحضراتكم بالنسبة للمجلس الأعلى للجامعات. والمجلس الأعلى للجامعات أنشئ بغرض أنه يتحكم في الجامعات؟ لا، مجلس الأعلى للجامعات ده بعض الجامعات مع بعضها قررت أن يبقى التواصل بينها عن إطار مجلس ينشئوه، أصبح هو المتحكم في كل شيء، وأصبح بيروقراطية كبيرة جدا بتتحكم في كل الإجراءات اللي بتتم في جميع الجامعات، وحطينا الجامعات الخاصة جواها. And by the way ما فيش تعليم عالي في العالم تقوده الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة الربحية هتفضل دايما في حدود 10%. اللي بيقود المجتمعات هي الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، البابليك برايفت بارتنرشيب. هو ده النموذج اللي احنا لازم نشتغل عليه، ونشتغل عليه بعقل مش بأي كلام. فحضراتكم يعني كلكم بتقولوا كلام مظبوط جدا وتخوفاتكم مظبوطة جدا، لكن أنا قضيتي إن there is no philosophy in managing the whole concept. وبأؤكد لك إن كل الجامعات الأهلية والفلوس اللي بتصرف عليها بمجرد ما يتغير الوزير ممكن جدا تبقى secondary وتبقى هامشية. حرام، لأن المسألة أكبر من ذلك والمسألة أعمق من ذلك، وده مستقبل مصر. أما بقى إحنا الجامعات دورها هيتغير، طبعا دورها هيتغير. أنا قلت لكم في حتة غير أكاديمية هتدي شهادات أكاديمية، وفي حتة غير أكاديمية هتعمل quality assurance، والبرامج المهنية هتزيد وتكبر. والجامعات إذا لم تتمسك بهويتها في أنها هي القادرة على البحث عن الحقيقة والبحث العلمي، مش بس البحث العلمي اللي بيؤدي إلى نتائج اقتصادية، بل البحث العلمي البيسك. ما في لازم حد يعمل البيسك ريسيرش، والتنظيم الاجتماعي جامعاتها تفقد مكانتها. أنا النهاردة بقول لك أهو إيه قيمة إن أنا أروح كجامعة جديدة أخد موافقة من الدولة؟ حاجتين، مصلحوني لو أنا غلط، الجيش علشان ما يخشش الخريج كم سنة ويخش سنة واحدة، والنقابات المهنية اللي بتمنعه من أنه يشتغل لأنه مش خريج جامعة، وده هيتغير بعد شوية. لكن هي حقيقة الأمر أنا كبرايفت سيكتور بيشتغل معايا واحد I really don't care هو متخرج منين؟ من مصر. أنا عايز شخصية بيتكلم لغات، يعرف تكنولوجيا، عنده capacity للإنتراكشن مع الآخرين، قادر على التعلم، ممكن أدربه عشان يعمل الشغلان اللي هو بيعمل. لأن احنا عارفين أن الطلبة بتخرج من الجامعة غير قادرين على العمل مباشرة، بل محتاجين تدريب. يا نهار اسود، كل الفلوس اللي بندفعها دي عشان نخرج واحد غير قادر على عمل بكرة عايز يتدرب تاني. فاحنا there is a big problem. أنا بقولها بيننا وببعض، ما أقدرش أقول الكلام ده for the public لأن مش عايز أنشر النيجاتيفيتي، بس it is serious. إن أنا أبص في 20 سنة اللي فاتت مفيش مشروع خلص. تيفات 1 اللي اتعمل عشان التعليم المهني الصناعي والزراعي والمش عارف إيه كان برنامج رائع، قامت الثورة في 2011 وقع البرنامج، اتصرف فيه 400 مليون يورو عشان تتقسم جميع الوظائف في مصر إلى درجات جدارة مهنية، واخترنا 6-8 درجات جدارة مهنية. كل جدارة مهنية بيخش فيها العامل الفني في إطار تعليم وإطار تدريب، ويبقى مطلع له رخصة لمزاولة المهنة،
ومصر كلها ما فيهاش 1300 مهنة اتعمل منهم 300، يعني المسألة تنظيمية كانت محترمة جدا. راح فجأة ده مش موجود، وترجع تاني تطلب 300-400 مليون جنيه. There is a problem in managing the country، لأن هي المسألة ما هيش بس سياسة، أو هي أساساً سياسة عشان تبقى مستدامة. مرة أخرى يعني أنا بشكركم، وبعتقد أن أنا يعني من غير ما أخش في تفصيلات كل واحد قال إيه رديت على الجميع، وموافقكم جداً، وبعتذر عن الانفعال بتاعي لأن أنا راجل باشنت، والباشن بتاعي الشغف بتاعي يعني هيجنني ان انا بشوف الحاجة ممكنة ومش مستحيلة، وشبابنا احسن مما نظن وعنده قدرات، احنا اللي بنديره غلط، احنا السبب. بعد ما العيل يقعد عندنا 14 سنة في المدرسة واربع سنين في الجامعة، وبعدين يخرج بعد 18 سنة جاهل ومتعصب، يبقى مش مسؤوليته، دي مسؤوليتنا احنا كأعضاء هيئة التدريس والكبار، مش كده ولا ايه؟ شكرا جزيلا يا دكتور حسام، يعني كفيت ووفيت زي ما بيقولوا. وان شاء الله يبقى لنا لقاءات. انا بس حابب اشكر جميع الزملاء اللي اشتركوا معايا في تنظيم الندوة دي، طبعا المهندس عادل لطفي اولا بصفته كوسبونسر، والدكتور طارق خليل في الحقيقة دايما بيشجع اللقاءات المفتوحة دي لرفع الوعي المجتمعي، وده اللي احنا بنسعى اليه. ليا زملاء زي الأستاذة أمينة، الأستاذة هدي، الأستاذة فريدة، الأستاذة حبيبة، الأستاذ أنس، كل دول جنود مجهولين خلف الكواليس، أشكرهم كثيرا، وأتمنى من الله أن احنا نلتقي مرة أخرى أيضا في موضوع يهم التعليم، لأنه زي ما قال المهندس عادل في كثير لسه يعني مفروض أن احنا يعني نظل نتوارد ونعمله. أنا كتبت يمكن أكثر من مرة على لماذا لا نرى المؤسسات الأكاديمية البناءة في العالم العربي، ففي حوالي 3 مقالات عن الموضوع ده، أرجو أنه اللي عنده فرصة يقراهم، لأنهم تقريباً غطوا الكلام اللي اتقال من هنا قبل كده. وأعتقد أنه اللي احنا بنعمله حالياً في جامعة النيل هو محاولة للاستعادة، ونرجو أنه نكون موفقين فيما بعد في أن احنا نغير ولو جزء ضئيل من اللي بيحدث في مصر وأيضاً في العالم العربي. مرة أخرى شكراً للجميع، وأشكر الدكتور حسام بدراوي الصديق العزيز، وإن شاء الله نلتقي جميعا على خير، ونلتقي فيزيكلي، لأنه ممكن جدا خلال 3-4 شهور تكون العملية ابتدت في بداية النهاية، يعني ربنا يسهل، وادعوا معايا أنه هذا يحدث. يعني شكرا للجميع، تصبحوا جميعا على خير. أمان الله.